فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل ما مما جمع. قال وهم في العلم طبقات العلماء، وهذه مسألة عظيمة جدا عزيزة، مسألة التفاوت. ماشي. قال: ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره، وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها، دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وهو أمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها، وهم درجات في فهم درجات فيما وعوا منها. ثم قال الإمام رحمه الله: وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها، ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه، ولا أن يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه. ومن قبله منها فهو من أهل لسانها، وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء، فإن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن من ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. رضوانك يا صالح الجسمي، أحسن الله عليك. نعم تفضل. قال: ولا ننكر إذا كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا، أو أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها. وهذا كلام جميل جدا من الشافعي. أنا أقول نحن لا ننكر أن هناك مفردات أن تكون منطبقة، فهمت؟ لا طبق من. ماشي. قال: مع تناء ديارها واختلاف لسانها وبعض الأوصار وبعض الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها، فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله، قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. بس وقف عند هذا الشيء. هنا في قول الإمام الشافعي وهم في العلم طبقات، هو يدندن حول مسألة مهمة، والمسألة المهمة التي يدندن حولها الإمام الشافعي وهو تعريب أن القرآن ليس فيه علمية. طبعا ثمرت هذه المسألة ثمرة عقدية راقية أيضا ترد على هذا المخفل المخبول الذي جاءنا يقول السلفية الوهابية، وهي مسألة لا متشابه في كتاب الله جل في علاه، وهذا مخرج على كلام الشافعي كما سنبين في كلام الشنقيطي وغيري في هذا الباب على مسألة المتشابهات. الغرض المقصود قال هم في العلم طبقات، كلام الشافعي كلام من ذهب، وبين أن الله تعالى إذا خلق الخلق فإنه فاوت بينهم، ولا يمكن أن تقول بأن هناك تساوي من جميع الوجوه. حتى موسى عليه السلام عندما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، وهو يظن وغلبة الظن في ذلك أن الله اختصه بالرسالة، إذن فهو أعلم خلق الله بذلك، إنه تفاوتت الدرجة، والله جل في علاه عاتبه لما قال أنا، قال له عبدي فلان في المكان الفلاني أعلم منك. طبعا أعلم منك هذه الفضائل تخص، لأن موسى عليه السلام بالإجماع أفضل منه، بل الصحيح الراجح نقول خلافا للصوفية هو نبي، هو نبي لكنه لا ينزل منزلة موسى عليه السلام، وإن كان أتقن في بعض أمور لم يعلمها موسى لا يدل على الأفضلية المطلقة. وهنا يبين لك، يظهر لك أمر، وهو
أول شيء طبقات الطبقات المتفاوتة، بأن الله خالق الخلق وفاوت بينهم سبحانه جل في علاه، وفضل الله يؤتيه ما يشاء ولا تساوي من كل الوجوه. فإذا الله جل في علاه خلق الأنبياء والمرسلين وخلق الخلق وجعل أفضل خلق على إطلاق الأنبياء والمرسلين، وجعل أفضل الأنبياء والمرسلين هم أولو العزم من الرسل، وجعل أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلماء جعلهم طبقات، جعلهم طبقات. لكن قد يتفضل الله بشيء على المفضول لم يكن في الفاضل، وهذا ليس معناه أن المفضول يرتقي على الفاضل، لأن مقياس الميزان على الكلية لا على ما يخص. لذلك لما جاء العصفور و نقر نقرة في الماء، قال الخضر يا موسى عليه السلام إنك على علم علمكه الله لم يعلمني، أو تفاوت التفاضل أهو الآن، وأنا على علم علمنيه الله لم يعلمكه، وعلمي وعلمك في علم الله كما نقر هذا العصفور. لكن حدث التفاوت ولا ما حدث التفاوت؟ حدث التفاوت، وكان مع المفضول ما يفضله على الفاضل تخصيصا، وأعني بتخصيص أنها تفضيل في إيش؟ في حالة خاصة، في باب واحد تخصيصا. وعند مقياس الكل فالأفضل من كان الغالب في حق الفضل. وهذا يزيل عنك الإشكال في قول النبي وأشد أمتي حياء عثمان، وأشدهم في الحق عمر. نقول هذه الفضائل تخص، وعند الميزان الكلي. قال عبد الرحمن بن عوف قال لو وضع أبو بكر في كفة ووضعت الأمة في كفة لنشحت كفة أبي بكر. ثم قال ما سبق أبو بكر الناس، ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم الأولاني. الثاني قال عبد الرحمن بن عوف قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر فيه. الغرض المقصود أن الفضائل تخص في هذا الباب. فعند قول الإمام الشافعي العلماء أو أهل العلم هم في العلم طبقات، أي أن الله تعالى فاوت بين. وهنا لابد من الاعتراف، وهذه تفيدك جدا عندما تكون في محلة وعلمت التفاوت بينك وبين عالم آخر هو أعلم منك. أنا أدين الله بأنه يجب الإحالة عليه، وهذا خلاف أصولي حقيقة، وجمهورا من الأصولين يقولون له أن يحيل على أي واحد وصف انطبق عليه وصف قول الله تعالى فاسألوا هل الذكر إن كنتم. لكن الصحيح في هذا الباب فهم السلف يقدم. تعال ننظر في فهم السلف جميعا، وكل واحد منهم عندما كان في محلة يعلم أن الأعلم منه موجود، ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ كانت الحالة بالنسبة لهم واجبة. ولذلك أحمد محمد في وجود أبو خالد الأحمر ماذا قال؟ قال أمرنا ألا نتكلم بين يدي كبرائنا. وابن عيينة قال ذلك نفس النص، قال تعلمنا من علمائنا ألا نتكلم بين يدي كبرائنا. وهذا على كثير من علمائنا في هذا الباب. فلذلك ترى أن الكثير كانوا يحيلون حتى من الصحابة. ابن عمر لما سئل عن القرآن وهو من هو، وكان ابن عباس بجانبه، قال لا ارجع لهذا فسأله وأتني بما قال لك. ولما أتى له بالإجابة قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فالمسألة تدور في هذا الباب على أن التفاوت مع الإقرار به ينفعك أن تتعبد لله بذلك. ولذلك يحيى بن معين قال إن نزلت محلة فوجدت من هو أعلم مني فعقدت المجلس فأنا أحمق. يقول فقد ركبت الحموقة. في رواية قال فاحلقوا لي لحيتي، عن يحيى بن معين. انظر كيف هؤلاء وكيف علم هؤلاء وكيف يحترمون العلماء فيما بين أيديهم. أي نعم. ولابد يرجع إلى أعلم أهل الأرض. الغرض المقصود بأنه الرجوع إلى الأعلم في هذا الباب ينفعك، وتفاوت الدرجات لابد أن تقر بها، لابد من الإقرار بها. لما سئل الإمام أحمد عن مسألة لا أذكر في الفقه أم في المواريث ما أذكرها الآن، قال اسألوا العلماء. وش هو إيش؟ الإمام أهل السنة والجماعة. قال اسألوا العلماء، لا يحسن المسألة ويتقنها غيره فيحيل على غيره.
وكان يقول على الأربعة، يقول أما ابن معين فأعلمنا بالرجال، وأما ابن المديني فأعلمنا بالعلل. قال وأنا أعلمهم بإيش؟ بالفقه، بفقه المتون يعني. وقال ذلك على إسحاق بن راهويه. لكن أقصد فاوت بينهم ولا ما فاوت؟ هل أحمد لا يعلم شيء في العلل؟ انظر إلى الذهب الخالص بكتاب العلل لأحمد بن حنبل. هل لا يعلم شيء على الرجال؟ وأحمد أيضا ليس من المقلين كالشافعي في الكلام عن الرجال، معتدل في الكلام، لكن باب يحيى بن معين هو باب إيه؟ فصار تخصصا، لذلك قدمه على نفسه. فقوله العلم طبقات، أيضا نقول العلماء طبقات ثلاثة بالنسبة للعلم. أنا سأقول لكم شيئا إن كان محدثا يرد علي وأتوب إلى الله منه، وإن كان راسخا في فهم السلف فهذا الباب بوابة العلم إتقان العقيدة. كل من ضل في باب التعرف على الله ضل في باب العلم، يعني ما أتقنوش، ما كانش متكامل في الإتقان. قد يعلم، نعم قد يعلم. أنا أجيب لك نسيج كامل من علمائنا فيهم لوسة انحرافية في أبواب الاعتقاد وقد أتقنوا أبواب علم، لكن تكامل الإتقان لن تجده، لن تجد تكاملا ولا إتقانا متكاملا. واحد ضل في التعرف على الله هيعرفه الله بأمر ونهي، وتفهمه العلم علمان، علم بأمر الله وعلم بالله وعلم بأمر الله ونهي. أيهما أشرف؟ أيهما أعظم؟ العلم بالله. واحد ضل في التعرف على الله جل في علاه، كيف يفتح الله له أبواب الأمر والنهي؟ ما هو العلم كله بيد مين؟ من لا علم إلا من علمه، لا عالم إلا من علمه الله. العلم عطية، هبة، ثم أورثنا الكتاب الذين. واحد ضل في باب التعرف على الله، كيف يتكامل علمه في باب الأمر والنهي وهو أصلا في أصل العلم قد ضل؟ لكن هذا لا يمنع أن يكون عالما. أنتوا فاهمين الفارق ولا مش فاهمين؟ فالإتقان والتكامل لا يمكن أن يجده. فطبقات العلم، أقول بواب العلم، بوابة العلم إتقان العقيدة. تعال النبي قال خير الناس ثم الذين أولهم. ائتوني بواحد من القرن الرابع اشرأبت عنقه أن يكون قد سبق الفقهاء السبعة في القرن الأول، آخر القرن الأول. ائتوني بواحد قال حتى في نفسي أنه قارب هؤلاء. ائتوني بالأئمة الأربعة بأنهم قالوا أنهم فاقوا الفقهاء السبعة. ائتوني، ما في فهي طبقات. فأنا أقول انظر للأئمة الأربعة وانظر إلى اعتقاد اعتدال عقيدتهم، اعتدال عقيدتهم في الله جل في علاه على الأغلب، وانظر في استواء العقيدة عند الصحابة ثم عند التابعين ثم عند تابع التابعين من الأئمة الأربعة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم في هذا الباب. هذه الأولى. الأمر الثاني، سترى تفاوت في الطبقات إتقان العلم، كلما اقترب من شمس النبوة كلما كان أتقن وأحكم في العلم، وكلما ابتعد عن شمس النبوة كلما تراه إيش؟ مختلا، مش مختلا عقليا. إلا الروافض بقى والخوارج والجهمية، ده الخلل العقلي عندهم كبير، سيكون مختلا في إتقان العلم، هيحدث له اختلال، بعض الاختلال في إتقان العلم. لذلك العلم في المتقدمين. فطبقات العلم بإتقان العقيدة، نقول هناك علوم من الأهمية بمكان. علم التأصيل اللي هي قوالب الاستنباط، علم التأصيل لا تجد عالما من العلماء الذين سطر التاريخ أسمائهم في المتقدمين إلا وتجده قد استوعب كل علوم الآلة، تراه في الأصول والقواعد وإلا تصنف. الصحابة أتقن الناس في الأصول، في أصول الفقه، وهذا كثير، التحقيق العلمي كثير في هذا الباب. دعك أن أول من صنف هو الشافعي في الرسالة. دماء كل الحاجات اللي عند رجلي دي إيه ده بالظبط؟ فيه بالظبط؟ أستسمحكم، فيه بالظبط؟ كل ما أدخل في الزرع، فإذا تردهم على استيعاب تام وإتقان، وهم أيضا متفاوتون. هناك من تراه أتقن الفقه، وهناك من أتقن
التأصيل للكليات دون الجزئيات، هناك من أتقن الحديث، هناك من تشعب في إتقان الحديث على علومه، هناك من أتقن التفسير ولا يتقن تفسير لا يتقن الحديث. تعال هات لي كل المفسرين من المتقدمين الطبري اللي هو شيخهم أو شيخهم إلى آخرهم لا تريده إلا محدثا، لا يمكن تريد مفسرا إلا لازم، لأن علم الرواية هنا من الأهمية بمكان في هذا الباب. فأقول كما قال ابن رجب وطبقات العلماء، طبعا ده معنى الكلام، ثلاثة: المحدث والفقيه، المحدث والفقيه. أرقى طبقات أهل العلم المحدث الفقيه، من أتقن الحديث والفقه، هذا أرقى طبقات العلماء. وهذا تجده في الشافعي، تجده في ابن خزيمة، تجده في مالك، تجده في الثوري. والناس صراحة التاريخ ظلم الثوري في هذا الباب، لأن الثوري ليس من المؤمنين في الحديث فقط، الثوري محدث فقيه وله مذهب خاص لكن أصحابه لم يحملوه. تجده في البخاري، احنا قلنا ابن خزيمة صح؟ وطبعا تجده في أحمد، أنا قلت أحمد، أنا أغفل أحمد، أعوذ بالله أعوذ بالله. تجده في السقف الليث بن سعد مفخرة المصريين، يا عيني يا ماجد ابن عمك هو جدك يا أخي صح ولا لا؟ جدك ولك الشرف في ذلك. ابن الهمام والله صاحب فتح القدير في هذا الباب. التحاول مصر غنية بلقالق والله، اشكال في مصر الآن اشكالها فقط مسألة التخريف في الضجة الإعلامية. معانا يلا الإعلانات اطلع، ده أعلى من المريخ والتاني أعلى من مش عارف 12 والتالت أعلى، ودخل حتى لو هتلعب بيلي هو أعلى من الناس في لعب البيلي، فاهمني؟ طالما هو معنا فهي المسألة إذا أحبوك رفعوك، الإنصاف غير موجود. وده بقى ده من علماء المادة الكذا، وانت خد له اهدى 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 وخد اسمعه في طرحه العلمي للمسائل، وشوف بقى ما عنده من العلم، هتعرف قدراته العلمية. ما اقولكش اقرأ اللي كتبه، ليه بقى؟ ليه؟ الكيبورد اللي احنا قلنا عليه مسألة القص واللزق، تعالى وشوش يدخل في المخطوطات ويطلع ويكتب، وانت عيني جالس مكانك جالس امام مين؟ امام سعيد بن المسيب. ما هنا بعض اخواننا من طلبة العلم كان في المدينة وكده، كان بيتكلم عن المسألة عالم الفلاني، وهو كل مؤلفات كتيرة شيء 340 مؤلف ولا بتاع، فراجل ذهل. قلت له دعك، قال لي يعني ايه دعك؟ قلت له غض الطرف برضه، قال لي يعني ايه؟ قلت له اجلس معه وناقشه في مسألة علمية وانظر لطرحه للعلم، ستعرف قدرته. فهم هنا في الطبقات تعرف قدرة العالم بذلك، بمسائل الاستيعاب والطرح. عشان كده قلت لك تعالى اطرح لي مسائل العلم اسمعك، فاعلم ما عندك من قوة العلم، اعرف ذلك. انما هتقعد تكتب وتجيب لي بقى ابن حلموس والتنوس والحنوس وتبع يكتب بقى وهذا من الفقهاء الذين علت شهرتهم، فاهم؟ ما علت شهرتهم في عيون اللي جابوك. يعني انت اصلا ايه واحد اهو واحد بيقول لك كتب ربع قرأ كام؟ ربع مليون كتاب يا ابني، قرأهم مع موتى التابعين. ده قباقه ماشي، ده مش قباقه، ده قباقه متقن في السر، انما ده مش متقن في عالم. عامل باقه وكده يعني، هو يعني فاهمني؟ ويظهر بقى مساله الضجات الاعلاميه، ودي جايه في التحزبيه اللي احنا عايشينها بقى. يعني انا في واحد من الطائفة دي كتب لي قال لي لو كلمة يسيرة في علامة العصر فلان. أنا مش عصر، يا عصر الليمون ولا عصر البرتقال، علامة العصر قال لي. أنا لا أنكر ولا أستخف بأحد وقد يكون عالما حقا، لكن لما تيجي تقول لي علامة العصر وأنا عارف اللي فيها فأنا هموت كده، هموت كمدا، لكني أتأدب ولا أسيء الأدب. فغضضت الطرف فكتبها لي 140 مرة. فقلت له يا ابن الحلال انا الان في درس، لما نيجي لسير اعلام النبلاء نتكلم ان شاء الله في المساله، مش ههرب كده، ما اقدرش، لا استطيع ان ازيد على ذلك.
فضل شيخ. فمسألة الضجة الإعلامية عشان هو مننا مسألة أصلا فيها غش للأمة الإسلامية، فيها غش للأمة الإسلامية. ها بص أبو كريم أبو البراء بيقول لي فيها لخ فيها كريم بيقول لي كده يعني دخلني في الحماس. فهو الحاصل نحن نقول طرح العالم يعرف. فعلماءنا كانوا يقولون أقوى الناس علما من جمع الله له بين الفقه والحديث، رجل يعقل الحديث. ولأن مادة الفقه بأسرها هي إيش؟ إيش مادة الفقه إيش؟ إيش مادة؟ بعد ما إحنا قلنا الشافعي قال مدرك الأحكام إيش؟ نص ومعنى. يبقى النص هو أهم شيء، النص هو أهم شيء. فالذي يعرف الحديث الصحيح من السقيم أو عنده الآلة ليعرف الصحيح من السقيم أو عنده الترجيح. عندنا حديث إنك تحيي ليلة العيد، طيب حسنه الغزالي، طيب وضعفه كل المتقدمين والمتأخرين. طيب فأنا أخد بمين؟ لو أنا ما عنديش علم حديث هعمل إيه؟ هاخد بقول الغزالي، ده جدي في المذهب وراجل إمام، صح كده؟ هاخد بقول الغزالي. ما أنا عارف إن بضاعة الغزالي مجزية في الحديث، لا يعرف شيئا في الحديث، لا ليه في العير ولا في النفي في مسألة الحديث. أحياء علوم الدين فيه بواطيل، فيه أكاذيب، مع أنه كتاب من أمتع ما يكون كما قال النووي وغيره. لكن التنقيح لابد، اللي عايز يقرأ علوم الدين لابد يجيب كتاب الإيش؟ العراقي، لازم يجيب كتاب العراقي في هذا الباب. طيب لكن أنا أقصده أنني أكون طالبا للعلم الحديث، أعرف أرجح بين أقوال العلماء في التصحيح والتضعيف. هذا أرقى المنازل العلمية، هو الفقيه المحدث الذي أوتي آلة علم الحديث وأوتي آلة علم الفقه. طبعا لابد كما قلت التغذية الراجعة في علوم الآلة، علوم الآلة هذا المهم جدا في هذا الباب. والطبقة الثانية طبقة المحدثين لأنهم يرتبطون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أقول قولا فصلا صراحة، لا يقدم على الفقهاء أحد، والأمة أحوج ما تكون إلى فقيه، لكن لابد أن يكون فقيها إيش؟ إما مقلدا للحديث أو لأهل الحديث يعني، وإما فقيها محدثا. فالأمة أحوج ما تكون لفقيه يشتم رائحة الفقه. فقيه مش واحد يقول لها ممكن تبوس إيد ستة امرأة في سن جدته، تبوسها تخريجا على قول الرافعي في مسألة تغطية الفخذ. إيه ده تخريج يا ابن أنت؟ تخريج الله يخرجوك أصلا على طاولة تكون كبيرة جدا فتسكت ما تنطقش. مين اللي قال إنك تخرج أنت؟ مين اللي قال إن أنت عندك فهم أصلا لأصل المسألة عشان تخرج عليها؟ من يشهد لك بذلك؟ وإن شهد لك من لا يكون فقيها كيف تكون أنت فقيها بعدما من لم يشهد من لم يكون فقيها؟ أو من شهد لك رجل مثقفا مثلا أو ما عنده تصوير في المسرح ويقول بذلك. سعد الدين اللالي، بس انا ليه جبت اسمه؟ استغفر الله. يعني وسموه بفقيه العصر. مين اللي وسموا فقيه العصر؟ ما شويه المخابيل هم. انا ها رجل هو مش عاوز شيخ وسم دهائم. نعم يجوز وفي الوجه ايضا من اجل الصدقات. لا حقا رجل كفر بالله جل في علاه وتيجي تقول لي فقيه العصر؟ هو ما لا يعقل شيئا، رجل مخلط يأتي على شذوذات المذاهب، يأتي ينقل أقوال العلماء ويحطها كذا ويلا خذ ما شئت ودع ما شئت. وطبعا هم ما بيعملش كده، ده بيعمل ده ضرب خفي في هذا الباب. وراجل كفر خارج من الملة، أهو بقولها عشان يتقي الله ويرجع للإسلام، وكفره باين في النت. الحمد لله مش متعلى عليه. قال من وحد الله وآمن بأي رسول فهو في الجنة، جعل الإمام بالنبي محمد اختيارا لا إجبارا. كفر بذلك كفر مستقل كفر. خلي لي بقى واحد طبور ممن يستطيع يتكلم في الاعتقاد ويقول لي لا ما كفرش بكده عشان أتشرب جهله وأبين للناس كيف جهله في هذا الباب. فالحاصل أنه لا بد أن تكون متقنا في العلم يظهر من كذلك. فأنا أقول من أتقن الفقه والحديث وكان فقيها محدثا هذا أعلى المراتب. من أتقن الفقه الأمة أحوج ما تكون له حقا، لكنه لو بضاعته مزجاة في الحديث يصعب الاستفادة منه. وهذه الطبقة الثانية، وإن كان البعض يقول طبقة الحديث هي الطبقة الثانية، لكن صراحة شغل المحدث آيل إلى من؟ الفقيه. آيل للفقيه.
لأن النبي قال نضر الله امرأة سمع مقالات فوعاها فأدانا كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى يبقى ده المقصود الأسماء هو ده اللي هي الماء التي الذي الأرض تتشرب الماء وتنبت الإيه الكلى، وده أحوج الأمة أحوج ما تكون إلى هذه. هذا بطبقات العلماء اللي تكلم فيها الشافعي، قال مثلها طبقات اللسان، فمنهم من هو أوسع الناس علما باللسان كابن عباس كالشافعي. كان بعض علماء اللغة يقول لحن الشافعي لغة، لحن الشافعي لغة. الشافعي إذا وجدت المسألة الفقهية مرتكزة على مسألة فقه فقل الشافعي وكفى، الشافعي وكفى في هذا الباب. ابن عباس طبعا ابن عباس أصلا واسع اللغة في هذا الباب. فهو بيقول هنا هو لمح في كلمة عظيمة جدا ترد أيضا على الذين قالوا إن في عسر في وجود المجتهد، عشان تفهم خفايا كلام الشافعي. هو بيقول طبعا وكل هذا ينافح على أن القرآن ليس فيه عجمة. هو بيقول ومن شوفوا ايش قال، قال ومن صار الكلمة التي قالها، قال إذا صار إليه صار من أهله. بيتكلم على أن العجمي قد يتعلم اللغة من العربي فيتكلم بها عربيا فيصير من إيش من أهلها. هل كلية ولا في هذه الجزية؟ هذه الجزية هنا مسألتان. المسألة الأولى أننا نقول بجواز الاجتهاد المجزأ، والأمر الثاني بجواز الاطلاع والفهم. إن اطلعت على آية فعلمتها وتعلمتها وفهمتها لك أن تتقنها وأن تبلغها وتعلم الناس بها، لك ذلك، ولك أن تكون قد تعلمت من الكتاب والسنة رأسا، ما جعلتش واسطة بينك وبينها. والشافعي قال بذلك، لأنه قال إذا صار بها صار من إيش من أهلها، صار من أهلها. فإن تعلم جزئية من العربية وأتقنها على يد عربي صار من أهلها. وهنا أراد أن يقول بأنه قد تكون المفردات مشتركة بين العجمة وبين العربية، وما قال الأمر عندنا في القرآن ما جاء التنصيص به تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون بلسان عربي مبين. ولذلك قال الله هو الشافعي قال والأدلة على أنه لا كلمة أعجمية في كتاب ربنا جل في علاه قول الله جل في علاه، ها قول الله جل في علاه وما أرسلنا من رسول إلا أكمله بلسان قومه. وهذا الدليل الذي استدل به عالم النبيل في أمر عظيم خدمة لكتاب رب العالمين. من العالم وما هي الخدمة الجليلة التي فعلها حتى نختمها اليوم؟ مجنون، من هو؟ لا تدري. عبد الرحمن أخي أكيد الشيخ شنقيطي، فهلوة عربية. عبد الرحمن على قوله ممتاز. نأتي بمن آخر؟ الشيخ نصير. شيخنا ليس ظاهر القرآن كفر كما يقال. لا ما خلاص، ما دي أنا دي الثمرة اللي هنختم بها القول. طيب من ما فيش خلاص. هذه الآية دليل لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي جمع القرآن بأحرفه السبعة على حرف واحد وهو حرف قريش. ودليله في ذلك قال الله تعالى وما أرسلنا مرسول إلا بلسان قومه، فالإضافة إلى قريش. فقال كل اختلاف يقع اجعل فاصله فين؟ في لغة قريش. لذلك لابد أن تتعلم هناك فرق بين القراءات العشر أو السبع على قول الشوكاني أصوليا وبين الأحرف السبع. القراءات السبع على حرف واحد أو القراءات العشر حتى بالشواز على حرف واحد وهو حرف قريش، لأن عثمان قال اجعلها على. ثمرة البحث في ذلك أن الشافعي قال الكتاب ليس فيه كلام يعجم على أحد، كل الكلام في القرآن باللغة العربية، والمعنى أنه لا متشابه في كلام الله جل في علاه. وهذا الحق، وهذا رد على الأشاعرة الضلال أيضا بأنه لا تشابه لا متشابه في كتاب ربنا. قد تقول لي قد قال الله تعالى لا قال في سورة الزمر ها
الله نزل أحسن حديث كتابا شبيها متشابها أو متشابها. وأيضا قال منه ما هو قال منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر شباب. قلنا كل ذلك لا يساعدكم على أن تقولوا في القرآن متشابه. كيف ذلك؟ نقول المتشابه نوعان: ما خفيت عاقبته فهذا يبقى على تشابهه لأنه لا يعلم تأويله إلا الله، كما قال الله تعالى إيش يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يعني إيش حقيقته بقول الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، هذه الحقيقة والتأويل جاءه الآن. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون. فهذا المتشابه لا يعلمه إلا الله يكون متشابها حقا، وهذا ليس هو المطلوب في المتشابه الذي نتكلم عنه. لما قال باللسان قومه يعني الكل معلوم، والدلالة على ذلك قراءة الوصل لابن عباس قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قف لا وما يعلم تأويله إلا الله قف. هنا 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 ليس هذا هو المراد، وليس مطابقا وترجمة لقول الله تعالى ما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومي، لأن وما يعلم تأويله إلا الله هنا النفي والإثبات على الحصر والقصر، يعني ما يعلم حقيقة أمره التي تقول إليه إلا الله ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. فهمتم؟ أما التأويل بالتفسير وهذا ليس من كلامي، هذا كلام من ترجمان القرآن. فأما التأويل الذي هو التفسير بلسان القوم يعلمه العلماء. قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اوصل لا تقف. فقال ابن عباس وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. يبقى لا متشابه. لذلك الحسن البصري قال لا متشابه في القرآن، رد المتشابه على المحكم يظهر لك البيان، رد المتشابه على المحكم يظهر لك البيان. وهذه ثمرة ما تعرف أن القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين. لذلك أخ لما كلمني في الهاتف وأنا شددت عليه في الأسماء والصفات قلت له الله أخبرنا بما يضلنا به بما لا نعقله، يعني هو قال نعم بس بنعومة عشان ما يضربش على قفاه، واتضرب على قفاه برضه. فقلت له أنت تقول بذلك وكيف تفعل بقول الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان على قلبك بلسان لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنت بين أمرين: تكلم النبي بما لا يعقل ولا يفهم، أو تكلم بما علم وعقل وفهم وكتم. اختار واحدة من الاثنين، أسقط في يده ويسقط في كل الضلال هكذا ببغوات ما يفهموش. فانت أصلا الله تعالى قال لك ذلك. شوف أبو كريم أيضا الواد ده تعلب والله، قال للأشعري هذا الكلام، قال أتريد الله يريد منا أن نختلف في عقيدتنا ونتقاتل ويبقى فيه فساد ذات البين، والنبي بيقول فساد ذات البين يا الحلقة. شوف الفهم، أي سلفي ناقل عقيدة ونقل قال يستطيع يهدم كل المبتدع. ابن تيمية قاعد قاعدة عجيبة جدا، قال خذ كلام المبتدع ورده عليه، خلصت كل المسألة، انتهى في هذا الباب. فلذلك لابد أن تعلموا بأن هذه المسألة عظيمة جدا. عندما قال والاحتجاج بهذه الآية العظيمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يبقى بلسان قومي أهل لغتنا الحمد لله، وقال ليبين لهم هذه وظيفته، يبقى إن لم يبين فقد كتم، وإن كتم لقطعنا منه الوتين. قال الله تعالى ولو تقول علينا، وهو ده تقول أيضا بالسكوت، ده تقول بالسكوت، عدم البلاغ وعدم البيان تقول بالسكوت. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل حصل؟ يبقى بلغ وأتم البلاغ وأتم البيان.
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلنعم ما قال الشافعي في هذا الباب، فنحمد الله على هذا. ولو في أسئلة سريعة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.